بأقدام ثابتة وهتاف تصل أصداؤه عنان السماء. يعود ثوار النجف إلى ساحة الاعتصام، يعلنون من جديد أنهم مثل بذور النبات، كلما دفنت شقت الأرض لتخرج شامخة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بالطبع كان المصاب جللاً، نحو 25 شهيداً وأكثر من 200 جريح من المتظاهرين راحوا ضحية المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا المؤتمرة بأوامر مقتدى الصدر، إلا أن ذلك لم يرهب الثوار أو يجبرهم على الخضوع. احنا شمان الشهداء اطلعنا الهدف معين لازم نحققه، هو رفعت هذا البلد والعدالة بهذا البلد تتطبق، أو أن نخلص من النظام الفاشي والدكتاتور ونظام الحزبية والمحاصصة، هاي أهدافنا اللي طلعنا من عدها. وما أعتقد الاعتصام راح يخلص ولا يوقف على شهيد وشهيدين، قافلة مستمرة وإحنا طالعين مضحين. من دماء الشهداء تستمد الثورة قوتها وزخمها، لذا فإن المتظاهرين في النجف لدى عودتهم إلى ساحة الاعتصام أكدوا مجدداً على رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، مؤكدين أنه لا يلبي الحد الأدنى من شروط الثوار. نريد واحد ما مشترك بالعملية السياسية، رجال مستقل، نريد واحد خارج العملية السياسية من 2003 لحد الآن، يعني هاي المتظاهرين صار لهم 4 أشهر وقابلين على الشهر الخامس من يوم 25/10 لليوم، احنا متظاهرين سلميين. تؤكد ثورة العراقيين إذن أنها عصية على الاجتثاث، وأن أعداءها مهما بلغوا من الغدر والإجرام وإراقة الدماء فلن يصلوا إلى مبتغاهم، وأن الشعب العراقي الثائر لن يكل أو يمل حتى تحقيق أهداف الثورة.